ومرحبا بكم اليوم الخميس 6 رمضان. صح شربتكم كل ليله بعد اولاد مفيده تلقاو برنامج امور بيا الزردي بسام الحمراوي سيد الحلوات سي العابد المسؤولي كريم الغربي مريم برمامي وفوزي بن قمره. سبحان الله مغير الاحوال فوزي بن قمره. مش مخلص. مرحبا بك فوزي. الجمهور كنا قلنا احنا احسن جمهور عندنا بصراحه. اي وتضحك كونه حسب الارقام الموجوده في الـ في الـ في التلفزيون الكل يعني فهمت وخاصه في الحوار التونسي في السبع حساس ذر بالحق بالكشف اقوى جمهور عندنا هو جمهور ميرسي لل ميرسي للجمهور الحاضر معنا هنا وميرسي لكم انتم الجمهور الملايين اللي تتفرجوا فينا يومين على قناه الحوار التونسي البرمجه الرمضانيه حسب كل شركات صبر الاراء في تونس. سيجما كونساي، ميديا سكان، اي شركه تعمل صبر اراء تلقى دولوان بعيده على المنافسين الكل. ونعتذروا داير المنافسين خاطر برشا مش عاجبتهم النتيجه. الحوار التونسي هي في المرتبه الاولى. شكرا على الثقه الكبيره هذه. بيه خاطر فم برشا يحكيوا برشا جهل نتاع سيجما كونسي حطتهم لولين خاطر يخلصوا فيها ساعه. برشا جهل سيجما كونسي ما يخلصش من عنا. ثم الجهل الثاني انه كل شركات صبر الاراء المؤسسات العالميه تخلصها باش تخرج لها احصائيات. كل المؤسسات العالميه نشوفوا الصباح المغرب موزايك الحوار كلهم تدفع حق معناتها النتائج ما تخرج الا ما يخلصوا. هذا الجهل الثاني. والجهل الثالث كي قناه الحوار تجي الاولى غلطت انت حاول تجتهد باش تخلط كيف هكا. هو مش جهل هو انك ما تعملش دوره خاطر كان تعمل دوره وتشوف القهاوي حاطين العباد معناتها يبداوا قاعدين قدام قهوه تلقى قناه الحوار معناتها تعدى من قهوه لقهوه لقهوه كي تعدى في حومه وتسمع الديار منه ومنه الاصوات تبدا تجاوب نفس الصوت راهي قناه الحوار معناتها تحب نقول لك حاجه احنا هنا نخدموا على رواحنا فوالا معناتها سيجما كونسي عاملين ولا حطت احسن قناه نسمه هي الاولى عاملين تذكروا 2016 معناتها ولا تغششنا اللي قلنا عادي معناتها للاسف معنا كان لي موفي بيردون معناتها اكل نلعب ولا نحارب كيما الماتش ماتش شويه الكره نلعب ولا نحارب. باهي شكرا لكم على الثقه هذه الكبيره فينا. كريم وين شقي فضل؟ ما شقش ليه ما شقش المره هذه كمل صايب فضل نسوان شقيت فتري في دخالتي ما دخلتش بلقوا مني حصلوا جاك بسام وجاني بسام من بعد مني ولد خالته وعطاني سلامة وانا قلقت من بسام وقلنا من الصادق اللي يجي بعد لا انا مشيت لهمش المرة هذه. سي فوزي فما كان انت تحس بيا حس بيك خويا برمي سامحني شنو انت انت وين شقي فترك؟ شقيت فتري انا في الفجر اليوم في ضواحي تونس. علاش؟ في ضواحي تونس. هذا واحد تونس فيه؟ نستخدم على رواحها خاطر هو يقول لك حسب التوقيت المحلي مدينة تونس وضواحيها. أنا اليوم شقيت فطري في ضواحيها. في ضواحيها طيب ممتاز. شقال الفطر في مدينة تونس حاجة نعم وفي ضواحيها حاجة أخرى ممتاز أبنى برشا أبنى برشا طابونا وجو زيت زيتونة من عندكم يعني والوقت مش بعيد برشا على بعضه يعني فما دقيقتين إيه دقيقتين شنو الوقت؟ الوقت يعني نتاع الضواحي نتاع انت فوزي شنو اكثر اكله تحبها في رمضان؟ يا فوزي بالله عندي سؤال تو كل نهار نقرا في الانترنت نلقى عباد فن بلاد يصوموا 23 ساعه نورمال في ايرلندا واسكتلندا كيفاش يعملوا يحسبوا لهم وقت معين ولا يعملهم 23 لا لا شوف حتى شوف هذوكم بصراحه يعيشوا في صعوبات كبيره برشا يعني بين ال 16 والتراويح والامساك يعني اقل ليه 23 ساعه معناتها هو في سوق فتره اقل يعاود يتسحر اقل ساعه يخلص فتره السحور فيها واحد ليه كيفاش يعملوا؟ تقول لك حاجه شوف الغادي الافتاء يختلف عن الافتاء في البلدان العربيه وفي البلدان الاخرى خاطر يعيشوا صعوبه كبيره برشا يعني معناتها ياخذوا وقت معين ولا لازم ياخذوا وقت شو احيانا هو في اوروبا انت توا في اوروبا في فرنسا
الشقه الفتره 10 غير ربع في بالك؟ اي مشيت مره انا ساعه ساعه في سامحني استاذ تفضل ساعه ساعه المغرب والعشاء يقدموه مع بعضه ثم حسيت ثم فتره يجتهد وي باش يجتهدوا باش يلقاو حل. ما كانش مشيت مره في السويد مره في مشيت في جويله في السويد ل 11 تعليل الشمس اي الشمس تغرب في باريس الليل وتشرق ما ساعتين تاع الصباح الليل ليل ساعتين صعوبة كبيرة برشا اي يلقاو صعوبة ربي معاهم بصراحة 23 ساعة و20 ساعة بصراحة حتى الليل 18 ساعة معناتها الليل عندي انا 18 ساعة البيت مظلمة نفس الليل باهي نمشيو الفقرة الأولى صحيحة ولا مش صحيحة صحيح ولا مش صحيح باش نعطيو نحكيو على المطاعم شكون يخرج ساعات يشق فتره في مطعم البر يحب يبدل ماكله الدار انا بعد ساعات انت بعد ساعات انت زاده ايه. على البحر انت باز الله يخليك غير ملح ولا حاجه شكرا شكرا مريم نحب في الدار انا نحب في الدار بصراحه كريم في الدار في الدار خالته باهي هذا اسم الجنيون اللي ربح مع امور جديه كيما قاعدين تشوفوا توا اسم الفيز انتم زيدا باش نرجع تنجموا تربحوا معنا مليون كل يوم و10 ملايين كل جمعه كذا بعثوا دوبل في على 85 840 ال 10 ملايين يربحها اللي عنده اكثر نقاط والفلوس هذه كل من اهداء تونيزي بوكينج الكود توا اللي موجود على الشاشه كي تبعثوا على 85 840 يعطيك 100 نقطه زايده من اهداء تونيزي بوكينج باهي بالنسبه لقيتوا كود سيد قتوبة انا ديما نخزر ما نلقاهوش يلا امشي امشي بون الي 1 2 3 توبة توبة سيد الهواء هو الثاني هو توبه كان يعودها يا تفقد له الهواء ما مش حكايه هواء حكايه كريم الغربي به وانا مازلت مش نعطيكم انواع مطاعم قولوا لي موجود صحيح ولا مش صحيح مطعم الحبس في ايطاليا يعطيك الفرصه باش تاكل ماكله الحبس شنو بلا جو مرهوجه بولونيس مش صحيح موجود ولا مش صحيح ولا مش صحيح المفروض موجود ولا مش موجود صحيح علاش مو صحيح خاطر ما لا جو تاكل ماكلة الحبسه يا ما تحبش في ايطاليا في ايطاليا راه مش كتجربه ما تشبي في ايطاليا انت عندك فكره على الصبه ما غادي ما فماش صب ايطاليا حاجه اخرى راه الماكله هي ما كنتي حاطه مش صحيح مش صحيح ما تصورش في ايطاليا ماكله الحبسه بنينه بنينه جرب حبس في ايطاليا في ايطاليا تلقى بانيلا رابياتا ما وعاش في ايطاليا سباجيتي الفونغولي شفت عبيد صدقات عامين في ايطاليا الفونغولي الفنجولي شو اسمه؟ سباجيتي الفنجولي ما عندها علاقة يا ودي الحبس في الوراء سباجيتي الفنجولي اما يعطيك فرصة باش تذوق سباجيتي الفنجولي عرفها الفنجولي نعرف اي الفنجولي شنو؟ اي الفنجولي هذه يا سيدي اصلها اصيل في صقلية كانوا يعملوا شنو هي؟ الفونغولي 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 هذه شت الفولا جاي من سباجيتي سباجيتي هي سباجيتي ودانتي خلي تضرب على حياتك الفونغولي بالكلوفيس اما انت جبت روحك ما تعرفهاش زين باش احكي لك عليها لا لا خليني بعد لا زين اعطينا الفونغولي في دقيقه باش يلخص لك الفونغولي لحظه الفونغولي هذه شنو يا خويا هذه هزها من زونولو كي خرج من الاسبيرونس مشى كاور في ايطاليا هزها له من زونولو جايبها من زامبيا سموها هو الفونغولي على اسم امه اسم امه من زونولو فونغولي هي عباره على شنو هي عباره مراه كبيره ايطاليانه ولدها ميت هو في حرق خاطر هما طلين ما يحرقوش تونس ما هو تونس يحرقوا ايطاليا طلين يحرقوا اسكتلندا حاسيلو حرقوا هو الطفل مات امه جات طيفاها في العزام تاعو مشيت شيت في العزاء كومون كومون في العزاء جيت يوم وطيب سي بون زيد سي بون والله حاسب ولا يرحبوا ما مش صحيح نتصور فما الفونغول ياكل شلام فما اوتيل جمله هو في ايطاليا هيك مطعم الكوارث في اسبانيا يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه وانت تاكل يصير زلزال بمعدل 7.8 على السلم يلا يا سيدي 8.7 ولا 7.8 8.7 شو ماشي كويس 7.8 لا لا حتى 7.8 كويس 6.1 تتخيل واحد سنة. لا ثمانية تتهد بلاد كامل. تو تحنك طاولة ولا ما يتحنك. لا يعملوا بلا ما كنتش مصدقين صحيح. ورينا الفيديو. ورينا الفيديو. يزي. برافو فوزي.
اسمع انا وقت اللي مشيت العراق بالحق النهار الاولاني واحنا نتعشاو مع معناتها اصدقاء فنانين عراقيين فهمتني؟ احنا بدينا ناكلوا والذوق الظلام جمله راه فهمت انت ماك ماكش مستانس تتحيرك هما كملوا ياكلوا تسمع في عسل مغارف ويحكيوا نورمال تتعود تستانس عادي على الاخر مع حاجه نورمال انت من الاول تقولش فما ليش فما شيء هم ياكل لا شلونك لوني يزرق انا معانا شلوني امشي برك هذا موجود مطعم تويما في روسيا اللي يسربيه في المطعم الكل تويما هذا طيار فكره اما بليده نتاع خويا بلاي طلبت سباجيتي لا هذا من عند الاخر ما فهمت هذا موجود مش ما صحيح مش صحيح جرب الساعه زوزه في التصوير هذوك مش تويمه لا تويمه لان واحد مش هتصلح في سنه صحيح عندك اكثر فلوس معناها واحده تجيب لك لانديسيون والاخرى تخلط لك مطعم النينجا في امريكا تمشي تاكل فيه ويسربيوك نينجا يبداو يطيروا ويتكربسوا وما يسربيوك مهما صار هذا صحيح اي ذي معروف وعندنا نينجا في تونس ساعات تجيب ترى سيرفير نينجا بالرسمي يبدا لابسك البنانه الصرف كيفاش يبدا يتبق في 38 كاستي نينجا شو عملك شو كيف شويش بدا لي سكينه هذا مطعم يدخل في العباد مطعم مش لابق بيسربع مع كل طبق تاخذه يعطيوك شلبوق باش تحس بقيمه الماكله هذا صحيح وكريم جربه نعرف سيت كوم بالشلابق لا ومحلالي حط تصويره انفخ شلبوك ريت على تبع المسلسل ترى بلي اطلب بسام اطلب سباجيتي من عند صادق لا تمسك تاع الشيء الحمد لله لا صح وش لا صادق اطلب كسكسي من عند بسام انا الحمد لله بطلت الماكله جنب زين اطلب خويا السلام عليكم زين كل شيء تقول له اطلب اطلب الحق اطلب احكي لي مثلا على تاريخ الشلاب الشلاب قمها اطلب شحال كيف تيجي من عند صادق امشي خويا السلام عليكم وعليكم السلام لباس الحمد لله ريستوران هذا؟ لا مطعم الشلاب مطعم دومك تضربوا العباد؟ اي لا ما عينيش صح قطع بيك قبل ما نمشيو لعم صادق ناس مليح بعد شويه بلاي كيدز رمضان تعليم امور جديده دو مارسيل ديديكاس ا توت ليكيب امور جديده احلى تحيه امور جديده على العالم التونسيه ديديكاس امور جديده من باريس كوجي كريم الغربي بسام الحمراوي أمور جدية بحر الصحراية أمور جدية أمور جدية أمور جدية صادق حلواش كريم الغربي أمور جدية بحر الصحراية أمور جدية حبكم برشا طيبة أمور جدية شكرا يا خالي بلطة I love you بشا بشا أمور جدية أمور جدية برشا أمور جدية نحبك برشا أمور جدية أمور انت زادة اذا عمرك اقل من 12 سنة انزل بلاي وابعث لنا على 58-080-000 شكرا 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 على مساهمتكم توا نمشي والجو ديليسا تذكر في سهرية تذكر في سهرية راس العام سهرية راس العام شو عملت كل جروب اللي جابوهم مش عليك انت مش على الجروب لا انا اشتخر منهم جي دونس تري بيان راه وانو كي يبدا جي دونس جو ديليس زومبا كل يوم عمره من اهدي جوت الشمال والجوتا هي ديليس قداش المادة الدسمة ماتير جراس في جوت شامل بتاع ديليس سبعة دي أن ولا دي دو ولا دي تروا دي أن إذا تقول 20% دي دو إذا تقول 18% دي تروا إذا تقول 15% على رقم 85 822
أولاد أولادي ديما يلوموني اللي مانيش مواكبة عصري، موش صحيح هذا المير فيسبوك متاعي جام، ويقولوا لي عندك مشكلة مع السيلفي، منصف سيلفي أعز الناس وهذا تليفوني آخر صيحة يا شكري شكري. أما في الكوتا وكبت عصري كوتة الشمال بعز حليب ديليس وزيد بنتها الدوم في حكتها معاكم كما كل رمضان الكوتا هي ديليس. الفيزا اليوم نستقبله مدام فاسية، مرحبا بك مدام. عسلامة عسلامة عسلامة، يا مرحبا صحة شريبتك ومرحبا ونورتنا مدام فاسية. وعلاش لين الخسارة علاش تعب؟ والله احنا تعودنا من جوج فارغين في الجنوب، يعطيك الصحة. هذا حلول السهرية، حلول معروف بيها روحك. علاش التعب؟ هو قرن الغزال سمن وعسل ولوز. قرن الغزال ذوق خاطر انا جبت لكم انتم لا كون انت لا خلا تاكل تاكل قرن الغزال خلا تاكل. علاش تعب في روحك؟ نعرفهم هذوما نعرفهم هذوما ماشي تطاوين. اي تطاوين ولا مدنين؟ انا من مدنين وما محشي تطاوين ولا من مدنين، اصلي من البيل الاحمر ولايه تطاوين. تحيات لولايه الجنوب الكل. اها الاكله هذه عندنا احنا الزوز معنا السمن واللوز والعسل والمكسرات. وين الفولار نتاعك؟ مش باهي خاطر فولارتك مين؟ مازلنا كي شقينا الفطر دونك خلوه للسهريه. خلوه للسهريه خليه عندي امانه. باهي خلاص امانه عندي. مدام ساسي شنو لقبك؟ الزرقي. الزرقي انت جيتنا من مدنين دونك تخدم في البلديه. اي دونك انت شاركت في ديليس قلت شمال القوطه هي ديليس، شاركت في المسابقه. انت الوالد نتاعك كان واعد الوالده بعمره اما توفى قبل ما يحقق لها الحلم هذا. اي حبينا والله حبيت انا الحق بمناسبه رمضان الفضيل نهدي العمره لامي، والحق بابا توفى في باريس وانا الكبيره في الدار، معناها حبيت نعطي حاجه لوالدي في هالشهر الفضيل. والوالدة الله يرحمه دونك قبل ما يتوفى كان وعدها الوالدة بعمرة، توفى قبل ما يحقق الوعد متاعه. وانت توا غير قادرة انك تهز والدتك. اي هكا علاش يعطيكم الصحة انتم كبرنامج وديليس اللي فكرت في الحاجة هذه في الشهر الفضيل هذايا. مبروك عليك العمرة للوالدة مدام. نحب نشكرك على خاطر برنامجك في الصغار والكبار. اولادي عندي زوز اولاد صغار يقولوا امور جديه والكبار كيما امي باش تفرح بالعمره. ربي يفضل هالك الوالده نتاعك. تحيه ليك وقتي يسكن. تحيه ليك وحق جبتهم الصغار وعنا صادق ينجموا يلعبوا في كرش وبامبي على كرشو يعملوا طمبولين يعملوا حكايه صادق. عايش ان شاء الله مدام. مبروك لامك وما تسمعش كلام ال تحيه ليكم يعطيك الصحه. يعطيك الصحه ونورتنا أهل الجنوب الكل. عايز. أهل الجنوب الكل بارك الله فيكم إن شاء الله مبروك. يعطيك الصحة. أنتم زادة أنتم زادة كل يوم تنجموا تربحوا عمرة تهديوها للوالد للوالدة للناس اللي عزيز عليكم. ما خير شي كان من عمرة فيها شهر الفضيل. قداش المادة الدسمة ماتير جراس في قوت شمال أبعث دي 3-15% على 85-822 قوت الشمال مصنوعة بحليب الشمال في بوسالم. دوك أحسن كاليتي وتعرفوا اللي حتى النوتريسيونيست ينصحك بالقوتة متاع ديليس خاطر فيها أقل ما يمكن ماتير جراس. أولاد أولادي ديما يلوموني اللي مانيش مواكبة عصري، موش صحيح هذا المير فيسبوك متاعي جام، ويقولوا لي عندك مشكله مع السيلفي، منصف سيلفي اعز الناس وهذا تليفوني اخر صيحه يا شكري شكري. اما في الكوتا وكبت عصري كوتة الشمال بعز حليب ديليس وزيد بنتها الدوم في حكتها معاكم كما كل رمضان الكوتا هي ديليس. حبيناه على ركيكته ومصاته. يلا موعدنا مع عم الصادق ناس ملاحة.
وي يا سي صادق يا من تعبت الدنيا سخونه الدنيا سخونه اللي عمل عليك يبات جيعان يا سي صادق علاش فما توا جايين قبل المغرب بربع ساعه قبل ما يضرب المدفع وين كنت بربي نهار كامل وانت تلب في القوايل شو وين كنت نختار في الخضره اما يلزمني نختار بشويه خير ما اللي يغشوني ملا بالله هكا معناها ضارب لي انت نهار كامل تلب في الشوارع وجيني قبل بربع ساعه انتو كان مش مشكل اني صرفت وطيبت وحدي يا منجي انا راني شاهي هرقمه ايو كي شاهي هرقمه جبت للقضيه نتاع الهرقمه لا لا انا شاهي هكاو بالله والله موكي تشتهي جيب لي قضيتها هيا مش مشكل تصرفت وطيبت وحدي ترى وريني جبت بربي نهار كامل تسعسك انت يا تفضل تفضل كيف سعد اش فما شنو هذي شنية طماطم هذي اي مال شنو تشوف فيها بطيخة بيتة في الخلة يا ربي ممستو يا ربي ممستو هزني خلنا نرتاح من بساطتو وبربي هذي شنو اي فلفل اي فلفل هذا فلفل بربي تفرش كعبة الدود كيفاش خامرة خيط ايه ما ارخص بعشرين فرنك بالله والله باش تقتلني على خاطر ارخص بعشرين فرنك يا ربي هزني يا ربي خلينا نرتاح منه يا بابا علاش عملت لك تعطيني الراجل كما هذا مش حجيفة يا ربي اش عملت انا في عمري يا ربي باهي سيدي صرفت وطيبت انا العشاء ايش طيبت لنا طيبت لك شربة شربة لسان عصفور ولا لا؟ اي شربة لسان عصفور والعصفور كي طيبت لسانه قعد يتكلم بالإشارات يا ربي ممستو يا ربي ممستو راهو قتلني بالمصطة بتاعو ايش طيبت الناخر؟ طيبت لك سوابع فاطمة وفاطمة قبل ما تطيبها نظفت لها سوابعها ليه ظفرهم مسخينة كيكا فماش ما يجيك تسمم ونرتاح منك وش طيبت الناخر؟ طيبت لك مقرونة كذابة وعلاش ما طيبت الناش لوبي مدبر ما؟ يا ربي هزو خلنا نرتاح منه آه يا منجية تتمناني في الموت مش انا بركه نتمنى لك في الموت دارنا الكل يتمناو لك في الموت خلينا نرتاحوا منك ومن مصاتك يا ربي اه معناتها ناوي تاخذ الماندا بتاعي اي نعم ناخذ الماندا بتاعك ونمشي نتشخلق بيها ونتبندق ونتفندق ونعيش لليت لليت ايش بيك الهم نشم في ريحه مش هي برا تفقد روحك انا مدوشه يا بنتي شبيك نشم في ريحة خارجة من الكوجينة ماني قلت نعمل فيم سلاطة بلانكيت عرفتك عادة باش تعملنا سلاطة بلانكيت ونجيبها مالحة ونتعاركوا كالعادة بالله بالله اي يخرج علي من الكوجينة راك طلعت لي الدم من راسي اي ما تنرفزش روحك لا مش مدرفزة غير اخرج علي انت بالكوجينة برك اي ما تعيطش ما تسيحش راهو رمضان شهر التسامح يا شهر التسامح اخرج علي خير ما نقول فيها اوه هاك بديت تصيح راك بديت تصيح وما فماش علي تو انا نصيح تو انا متغشى هكا يا سي صادق اخرج علي اسمعني كان ما تخرجش المقرونة اللي نطيبها كذابة باش نردها باللحم تحب نردها باللحم لا تو نخرج اخرج علي خرج ممسك فهم بوك بوشكو بوك انت شبي عزيز كبلي ساعدي خلي كب تفهم شكون شبيكم تعيط والله ماني عارف وليدي والله ماني عارف قد ايه الكيلو فلفل انا بس بينا امور جديه بس غالي راه ذا يخدموا بالفسكاتشات نرجعوا لكم امور جديه بعد الفصل